المرسلين، السيد رئيس دائرة أفرار، السيد قائد قيادة بني عياط، السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم أزيلال، السيدات والسادة منتخبات ومنتخبو مجلس جهات بني ملال خليفرة، السيدات والسادة منتخبات ومنتخبو المجلس الإقليمي لأزيلال، السيدات والسادة منتخبات ومنتخبو جماعة بني عياط والجماعات المجاورة، السيدات والسادة ممثلات وممثلو الجمعيات والتعاونيات، السادة ممثلو وسائل الإعلام، حضرات السادة والسيدات، يسعدني بمناسبة انطلاق مشروع تعزيز مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي أن أرحب بالضيوف الكرام وأن أبلغكم تحيات السيد رئيس مجلس جماعة بني عياط ومتمنياته بنجاح هذا اللقاء. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد عامل إقليم أزيلال والسيد الكاتب العام لنفس العمالة لما يبذلونه من جهود لإنجاح مثل هذه التظاهرات. وتجدر الإشارة على أن مجلس جماعة بني عياط عبر عن استعداده المبدئي والدائم في المساهمة في تنفيذ هذا المشروع، حيث وقع السيد رئيس المجلس التزاما كتابيا ضمن وثائق المشروع الذي تقدمت به جمعية تفاوين. وحضورنا اليوم في هذا اللقاء التواصلي ما هو إلا تعبير ورغبة في فتح جسور التواصل بين الجماعة ومكونات المجتمع المدني ببني عياط والعمل جنبا إلى جنب لمعالجة القضايا ذات الانشغال الجماعي للساكنة المحلية، ومن بينها قضية المرأة موضوع لقاء اليوم. وينتظر من هذا المشروع عبر أنشطته التكوينية والفكرية أن يساهم في فتح نقاش عمومي محلي حقيقي حول موضوع مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي. وفي الأخير نتمنى لأشغالكم النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، والسلام عليكم.